شيماء، صباح الفل. قول يا استاذ محمد. ازيك يا باش مذيع، عامل ايه؟ الحمد لله بخير، ايه الف الاخبار؟ مليون مبروك على الانطلاقه المتميزه دي، الله ودايما الواحد يخليك، كده في التقدم وفي الامام دايما. ربنا انت يخليك. تستاهل كل خير يا استاذ محمد، فبجد انا مبسوطه جدا ان انا شفتك النهارده، وما شاء الله بالانطلاقه المتميزه دي، فدي حاجه تشرف ان احنا مع وكاله هو ميديا في قناه الصحه والجمال. تسلمي يا شيماء، انت الاضافه لاي مكان، وبرنامجك زي ما قلت للبشمهندس عبد الرحمن من البرامج القريبه جدا لقلبي، من بيت شيما لبيت عبده وشيما. كله بتوجيهاتك يا استاذ محمد والله. الله يخليك، الله يخليك. عامله ايه في الكورونا الاول، بس في الحظر والله وفي يعني انت زي ما طبعا عارف وكلنا عارفين الحظر يعني وعماله، بس الحمد لله خلينا زي ما احنا، ولازم يعني نبقى خلينا الحظر زي ما احنا، ولازم يعني نكون في البيت زي ما هم قايلين هو ده الصح. وانا برضو رسالتي لمصر يا استاذ محمد نخلي بالنا من نفسنا، وان شاء الله هنعدي الازمه دي، والحمد لله احنا برضو كلنا ايد واحده. وحقيقي ظهر ده طبعا في اللي احنا يعني الفتره اللي فاتت شفنا كلنا ايد واحده كلنا مع بعض، والرجاله فعلا رجاله مصر كلها بتظهر في وقت الشده. فعلا ف نعم فعلا فعلا. اه، فان شاء الله باذن الله ازمه هتعدي، واحنا ان شاء الله قدها، واحنا اقوى من اي حاجه، وان شاء الله الحمد لله عشان نحمد ربنا ان احنا يعني مصر الحمد لله افضل بكثير من دول بره، فاحنا لازم نحافظ على ده، ولازم التعليمات اللي سياده الرئيس برضه بيقولها ووزاره الصحه لازم نعمل بكل دول، لازم نخاف على نفسنا ونخاف على اولادنا ونحافظ عليهم وعلى اسرتنا، فلازم ناخد بالنا برضه يعني من كل حاجه حوالينا، اكيد، وان شاء الله لازم باذن نلتزم الله. بالحظر. في كتير من الشعب المصري واخد باله، احنا بس رسالتنا للبساط بقى، النسبه البسيطه اللي مش واخده بالها، اللي هي مستهتره بالموضوع. ابوس ايديكم، خلي بالكم من نفسكم. صباح بالظبط الفل عليك يا شيماء، طبعا، وتحياتي ليك وتحياتي البرنامج بتاع عبده وشيما.